أظهرت صور قمر صناعي التقطت الأحد الماضي ما يعتقد بأنه منشأة تخصيب يورانيوم في قم بإيران، وتظهر الصور مداخل أنفاق وأنشطة المبنى في منشأة عسكرية. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال إن هذا الموقع يبرهن على ما سماه بالنمط المقلق للمراوغة التي تنتهجها إيران بخصوص ملفها النووي. وبدورها نشرت منظمة جلوبال سيكيورتي التابعة لجمعية العلماء الأمريكيين على موقعها الإلكتروني صورة لما قالت إنه مفاعل نووي إيراني سري في قم، وأشارت إلى أن مدخل المكان يؤشر إلى احتمال وجود منشأة تخصيب تحت الأرض بحجم ملعب كرة قدم.